احنا برنامج خوش حكي واذاعه صوت المستقبل. نعم. يعني احنا الحلقات اللي قبلها صورناها فرضنا نفسنا هيك جينا فاجئنا ناس، بس احنا كنا لطيفين وياك، استاذناك يلا نجي. ما كنت عصبي ويانا مع انه انت عصبي عادة. انا لا ما عصبي. منو قال لك تتعارك؟ انا لا ما اتعارك. يوميا تتعارك وتصالح؟ اتعارك وصالح يوميا. كرر كم مره تتعارك وياه باليوم؟ تحياتنا. كرر فلا. ليش تتعارك وياه؟ يعني هو الغلطان؟ هو الغلطان بكل عركاتكم؟ زين اوكي، من هو اللي سافرت وياه سفره تركيا وقال لك هاي اسوأ سفره بحياتي؟ اني سافرت ويا سيف، هاي صريح علي ويا كرار. اوكي علي، هو ايش قد تغني؟ اني 2005 زين بلشت. زين اني يعني قبل جد يعني اغني وادندن ويش موضوع. قبل من ايش وقت يعني؟ يعني من زمان. اوكي قبل 2005. زين وشنو اللي بس بعدين احنا جيراننا ضياء الميالي وجيله تحيه، فرحت سوريا 2005 علي فلقيته موجود هناك. زين فطرحت علي هاي الفكره، قال لي علي ترى الفني تعب. قلت له انا بدي اتعب. زين انت تاخرت بالنجاح؟ وايد تاخرت انا. شنو الاسباب؟ وايد تاخرت كسوري. انت كسوري؟ اي. زين اليوم شنو مقومات المطرب الناجح؟ اليوم اكو هواي مطربين وهواي منهم معروفين، وبالمقابل النقاد معترضين على هواي من الموجودين. هي الاستمراريه اكثر شيء، الاستمراريه والاختيار الصح. ايش كم اغنيه جديده عندك؟ تقريبا 4 اغاني. فانه هواي ناس هواي عندهم مشاكل قريبين منك بالشغل، حتى بالبيت تحل مشاكلهم. صح. مشاكل صعبه. يدرون بي انا طيب و وحلو انت تسند يعني. يعني انا سمعت زوجات ناس انه هم يثقون انه احنا نروح لعلي فعلي حيحل لنا هاي الازمه. أي. اوكي بهالوقت يعني مع احتراماتي ماكو ثقه يعني، بس قله مصادر الثقه قليله. لو انت واحده من مصادر قلة الثقه. قلة. الحمد لله. وشكرا. شفت ايش قد اني لطيفه. علي ختاما غني لنا اغنيه خاصه بيك وقريبه لقلبك. قريبه لقلبي. يس شفت شلون؟ قريبه قريبه يعني؟ قريبه. لك يا نايم ببالي يا مسيطر على احوالي، منك راسي ما خالي تارس راسي بس انت اعشق انك عشق بدوي